منين بقى سنه وثلاث سنين والكلام ده؟ احنا طبعا حسبنا لما رسينا خلاص على الحل ده، فحسبنا كميه الحفر الجاف اللي عندنا لانها تقريبا 250 مليون متر مكعب حفر جاف، وقدهم تقريبا تكريك 250 مليون متر مكعب تكريك. فبال 250 مليون دول عشان يتحفروا بالمعدات اللي موجوده عندنا في سلاح المهندسين والشركات اللي بتشتغل معانا ساعتها، كنا احنا بدانا في مشروع الجلاله، وده له قصه تانية هنتكلم فيه في وقت تاني ان شاء الله. لو خدنا نص المعدات اللي في الجلاله وخدنا كل المعدات اللي عندنا في سلاح المهندسين والمعدات اللي في الشركات المدنيه كمان اللي مش شغاله معانا في الجلاله، ناخد لما نقسم على انتاجيه المعدات دي كلها لازم ناخد 3 سنين. فاثناء الاتصال تقريبا يوم 2 أغسطس، ليله 3 اغسطس بنتكلم في التوقيت وهنعمل ايه والخطه بتاعتي ايه والكلام ده. قلت له يا فندم احنا بامكانيات المعدات اللي عندنا، احنا دايما عندنا في سلاح المهندسين كده رجل يوم معدل انتاج اي حاجه بنرجعه رجل يوم. الرجل بيحفر 3 متر مكعب في اليوم، فاي معده نقول المعده دي هتبقى 10 رجل يوم، هتبقى 15 رجل يوم طبقا لانتاجيه المعده. فاحنا بنقول هذا الحجم من الحفر يحتاج الى 3 سنوات. ده الحفر الجاف ولا الحفر الجاف والتكريك؟ الحفر الجاف والتكريك، ما احنا بنحفر جاف بنوصل المنسوب الحفر الى منسوب سطح المياه الجوفيه وترخل بعد كده الكركات. برضو ليه كده؟ كان في ناس بتقول ان ما احنا ممكن نخلي الكركات تاخد ده مع ده، ولكن سعر الحفر الجاف بالمعدات الهندسيه كنا وصلناه الى 7 جنيه للمتر مكعب. سعر التكريك بالكراكه 7.7 دولار. فالدولار كان ساعتها تقريبا برضه 7 8 جنيه، يعني اذا تكلفه المتر في التكريك تقريبا 10 اضعاف الحفر بالمعدات. وده كانت اشكاليه، وهحكي لحضرتك بعد كده ازاي كنا بنجري قدام الكراكات وازاي عملنا طرق ازاي نحرم الكراكات. ولما سالتني رئيس وزراء هولندا وسفيرة هولندا بعد كده، لان هما شركات الكركات كان معظمها كركات هولندية، لما سألتني قالت لي انت ليه بتحفر بالحفارات تحت منسوب المية ورغم ان الكركات هتشيله؟ فردت عليها بمنتهى البساطة، قلت لها عشان حاجتين. اول حاجة عشان اوفر فلوس لبلدي، وكانت متفهمة جدا، وفي نفس الوقت عشان اساعد كركاتكو اللي انا مش واثق ان هي تخلص هذا الحجم في هذا التوقيت. انا واثق من الناس بتوعي ومعداتي والرجاله اللي بتشتغل معايا. بتفتح السكه للكركات عشان خاطر تيجي تلاقي الدنيا جاهزه. بالظبط كده، وفي نفس الوقت باخد جزء من اللي المفروض الكركات تشيله. يبقى انا فعلا وفرت فلوس لبلدي وساعدت الكركات ان هي تخلص مهمتها بسرعه. فالمهم نرجع تاني لنقطه التوقيت. قلت له يا فندم هم 3 سنين. ده يوم 2 اغسطس بالليل، يعني ليله 3 اغسطس. فقال لي ازاي؟ قلت له والله بحيث بسيطه احنا عندنا كذا معده وكذا لودر وكذا عربيه قلاب، فاحنا نقدر نخلص فيه ونبقى يعني مضغوطين ولكن مش قوي يعني. وعشان الكركات احنا لازم نخلص يعني 2.5 سنين، والكركات تكمل ورانا كمان 6 شهور استكمال التكريك اللي هم المناطق اللي مش هنكون لسه فتحنا لهم، يعني اخر يوم في حفر الجاف الكركات تاخد بعديه كمان 6 شهور. قال لي لا، هم 2 سنين ده بالليل. طب قلت له 2 سنين يا فندم يبقى انا محتاج اجيب معدات زياده. قال لي تقريبا كام؟ قلت له محتاج على الاقل 100 دمبر، ومحتاج كمان 25 لودر جديد، محتاج 25 حفار جديد، محتاج عربيات قلاب كذا. قال لي اعتبرهم عندك. قلت له بس احنا لو ادينا الامر ده لاي شركه عالميه دلوقتي على ما تورد، على ما تورد صنع وتتورد، ما فيش حد عنده الحجم ده جاهز. على ما تصنع وتورد هناخد تقريبا على الاقل من 3 ل 6 شهور. احسن شركه في العالم تقدر تعمل كده. قال لي مين اللي بيجيب لك احسن معدات؟ فقلت له فلان. فقال لي طيب كلم فلان ده وانا هقول الاسم ده، مش يا ريت تعرف الاسم. قلت له يا فندم دي شركه كاتربلر ووكيلها في مصر ويمكن في الشرق الاوسط كله منصور. المهندس محمد منصور اللي هو كان وزيرا للنقل سابقا يعني في 2008 اعتقد تقريبا. فقال لي ليك اتصال بيه؟ قلت له يا فندم انا ليا اتصال بيه وهو راجل مهذب جدا وراجل بيساعدنا كتير يعني. قال لي كلمه وقول له لو المعدات دي جاهزه عنده
او متعاقد على مع اي بلد اخرى او مع اي شركات اخرى في مصر او في غير مصر ويقدر يديها لنا علشان ده مشروع قومي وكلمه فكلمه. كلمته وبعد ساعه رديت على سياده الرئيس قلت له يا فندم هيقدر يدينا المعدات دي، في منها حاجات راحه دبي وفي حاجات منها راح الجزائر والمغرب ويقدر يحول لنا الكلام ده لما عرف ان ده. انا ما قلتلوش ايه المشروع بس قلت له في مشروع قومي كبير جدا هتفتخر به انت واولادك وانا اولاد وكل المصريين. فالراجل تفاعل معانا كويس جدا وقال طيب هديكوا المعدات دي خلال 3 شهور.